ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة. دكتور هشام، تحياتي لحضرتك يا فندم. مساء الخير، تحياتي لحضرتك وسادة المشاهدين. يعني حضرتك، انعقاد هذا المؤتمر بشكل يا فندم، وإيه هي الرسائل الاقتصادية اللي وجهها للعالم كله؟ تفضل يا فندم. بالتأكيد أنه العلاقات الاقتصادية مهم أنها تنبع وتتناسق مع العلاقات السياسية. الحقيقة العلاقات السياسية ما بين مصر ودول الاتحاد السوفيتي سابقا أجمع بوجه عام، والحقيقة روسيا وبين روسيا بوجه خاص، الحقيقة العلاقات السياسية بتزداد متانة وقوة وجسوخ. مهم أوي أن العلاقات الاقتصادية ترتقي إلى هذا المستوى. بالتأكيد بين روسيا الدولة حامة للغاية. الحقيقة حجم التبادل التجاري ما بين الدولتين ما زال لا يرتقي ولا يلبي طموحات لا الزعيمين ولا الشعبين. أيضا ما يتعلق بالحقيقة تدفق الاستثمار، الحقيقة احنا محتاجين من بيلاروسيا مزيد من التعاون، لأنه بيلاروسيا ممكن أنها تضيف قدر مقبول ومعقول من الاستثمار، لا سيما أنه مصر لديها فرص واعدة في مجال الاستثمار في عدة أماكن. بالتأكيد منطقة محور قناة السويس اللي بتشغل اهتمام القيادة السياسية في مصر، مهم قوي انه يكون كافه ما متاح ما هو متاح من فرص استثماريه في هذه المنطقه على اجنده العلاقات ما بين الدولتين، لانه هي في مناطق بتخصص لدول بعينها سواء كان الصين او روسيا. مهم انه بيلاروسيا يكون لها تواجد مهم في هذه المنطقه، خاصه انه هذه المنطقه هتتمتع فيها الاستثمارات والصناعات بانها صديقه للبيئه، انها اعلى في التكنولوجي، وفرصها مش بس داخل مصر لكن كمان فرصها في التسويق للمنطقة ككل نتيجة للاستفادة من الاتفاقيات الموقعة ما بين دكتور هشام حضرتك الأخرى سواء كان شرق أفريقيا أو السادك. دكتور هشام، هو متاح من فرص استثمارية ويمكن أن تخترق من خلال مصر المنطقة بأكملها، خاصة يعني تقصد حضرتك أن ده هيبقى انفتاح على أوروبا الشرقية على مستوى العالم. فالحقيقة العلاقات الاستثمارية اللي ممكن أن تستفيد منها مصر من بيلاروسيا تصور أنها كبيرة، زيادة حجم التبادل التجاري. بالتأكيد أيضا بيلاروسيا عندها عدد مش بس من الصناعات لكن كمان عندها بعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية اللي مصر ممكن أنها تستفيد بها، وكمان بالنسبة لمصر بيلاروسيا بالتأكيد ممكن يكون سوق مهم مش بس لتصدير مزيد من السلع لكن كمان سوق سياحة مهم للغاية. الحقيقة احنا محتاجين مزيد من تدفق السياحة من بيلاروسيا، لأنه الحقيقة هذا السوق واعد للغاية زي ما الحقيقة السوق الروسي بالنسبة لنا مهم جدا في مجال السياحة. أيضا السوق البيلاروسي أتصور أنه مهم جدا في مجال السياحة. طب دكتور هشام، حجم التبادل التجاري ما بيننا وبين بيلاروسيا قد إيه، والمستهدف يعني في المرحلة القادمة قد إيه؟ ضعيف للغاية الحقيقة، يعني لا حاليا ضعيف. احنا الحقيقة محتاجين هذا الرقم انه يتضاعف بشدة، مش هنقول انه يصل الى نفس مستوى التبادل التجاري ما بيننا وما بين روسيا اللي بيتخطى حاليا الخمسة مليار دولار، لكن ممكن انه العلاقات التجارية فيما بين مصر وبين روسيا تتزايد خلال الفترة القادمة. هي التصور انه العمل كان محتاج مزيد من التنسيق، مزيد من التعرف على الفرص المتاحة فيما بين الجانبين. أتصور أنه محتاجين أنه يبقى فيه مزيد من المجهود يبذل من مجلس أعمال مصري بيلاروسي. أتصور أنه هو ده اللي ممكن أنه يفتح الطريق أمام مزيد من التبادل التجاري فيما بين الدولتين. طيب دكتور هشام، يعني دايما بيقولوا رأس المال جبان، والأمن والاستقرار هو ركيزة الاستثمار أو جذب الاستثمار. يعني عدد الاتفاقيات اللي حدثت ما بيننا وبين بيلاروسيا حوالي 29 اتفاقية، ده دليل على أن مصر بتتمتع بالأمن والاستقرار. إيه انعكاس ده على الدول الأخرى وأيضا على الانفتاح على أوروبا الشرقية؟ بالتأكيد أوروبا الشرقية محامل للغاية بالنسبة للاقتصاد المصري. الحقيقة احنا محتاجين مزيد من التنوع في الاقتصاد سواء كان فيما يتعلق بالاستثمار، فيما يتعلق بالسياحة، فيما يتعلق بالتبادل التجاري. مهم قوي انه مصر لا تتكن الى اقتصاد بعينه او منطقة بعينها، لانه الحقيقة احنا جربنا مثل هذه الامور فيما سبق وكان الحقيقة الصدمات اللي بيلاقيها الاقتصاد المصري كانت عنيفة. الحقيقة خلينا نشير لانه السياحة الروسية الحقيقة توقفت اثرت بشدة على قطاع السياحة في مصر.
فمهم قوي ان يكون عندنا تنوع في الاسواق والعلاقات ما بين مصر واوروبا الشرقيه، مهم انها تتنامى بشده خلال الفتره القادمه. اتصور انه مجالات التعاون مفتوحه للغايه، مجالات الاستفاده من خبرات والفرص المتاحه. ده سؤالي اللي كان قادم لحضرتك يا دكتور. مش بس بالنسبه للجانب المصري، لكن كمان بالنسبه للجانب البيلاروسي، يعني مهم قوي انه العلاقات فيما بين الدولتين تقوم على قدر من التوازن، وكل طرف يدرك جيدا انه الطرف الاخر له مصالح يجب ان يتم تلبيتها بالشكل اللي يكون العلاقات الثنائية فيما بين الدولتين فيها إفادة لكلا الجانبين. طيب دكتور هشام، يعني زي ما وضح للجميع ان في يعني عدد من الاتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم ما بين الدولتين، ايه هي المجالات الاخرى للتعاون والتشارك فيها اللي هي ممكن يعني تفتح برضو بعلاقاتنا مع بيلاروسيا؟ بالتأكيد قطاع الطاقة والغاز والنفط مهمة جدا. وكمان هي قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، هي مصر لها هي منفتحة كثيرا على تنويع استراتيجية الطاقة في مصر. احنا عندنا هي حدث تحول نوعي في استراتيجية الطاقة، بنستهدف ان يكون الطاقة الجديدة والمتجددة تقترب من نسبة 20% من اجمالي الطاقة المولدة في مصر، والحقيقة احنا بنسعى جاهدين للاستفادة من كل الخبرات على مستوى العالم في مجال الطاقه الجديده المتجدده. الحقيقه بنتحرك على الجانب الصيني، على الجانب الهندي الكوري، مهم كمان انه كمان روسيا اللي هي في علاقات متميزه في هذا المجال، كمان مهم ان احنا نستفيد من بيلاروسيا في مجال الطاقه الجديده والمتجدده جنبا الى جنب مع الاستفاده من المحاصيل الزراعيه، لانه بيلاروسيا الحقيقه لها خبراتها الكبيره في مجال التوسع الرأسي في مجال التنميه الزراعيه. طيب دكتور هشام، يعني اللي احنا شفناه من شويه برضو موضوع الجرارات الزراعيه والالات الثقيله، هل ده هيبقى في يعني تشارك ما بيننا وبين بيلاروسيا، خاصه يعني مصنع، خاصه ان احنا يعني داخلين على استصلاح 1.5 مليون فدان؟ بالتأكيد الحقيقة التبادل الخبرات في مجال التنمية الزراعية لن يقتصر فقط على الاستفادة من الخبرات في مجال التنمية الزراعية والبذور والتهوية وما إلى ذلك، لكن بالتأكيد هيتطرق إلى الاستفادة من الطاقات التصنيعية المتاحة في بيلاروسيا للمعدات الزراعية. أتصور أنه هيكون من أيضا من بين المجالات اللي هيحدث فيها استفادة خلال الفترة القادمة. دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل، تحياتي لحضرتك وشكرا يا فندم.